جوميز الفترة اللي فاتت كان بيدرس كل مباريات الأهلي القوية والمباريات خاصة الأفريقية عشان يطلع كل نقاط القوة والضعف، تمام وزاد حلو. يحط تشكيل غير متوقع. اه وجوميز ناوي إن هو يشارك بعض من الصفقات اه في الشوط الثاني مش في الشوط الأول. تاني بعض الصفقات في الشوط الثاني، مش في الشوط يعني الأول ولا لو حتى محمد اتحسن. حمدي؟ ما هو بقول لك هو عايز يفاجئ الجمهور. تاني حاجة، وهو في خطة دي المباراة معلومات صح؟ ده من اوكي، قلب يعني الملعب. محمد حمدي يبتدي ولا لا؟ لا دي بنسبة، يعني بنسبة، ممكن يشارك في النسبة الأكبر إيه؟ هو بص هقول لك على حاجة، يلا حتة النسبة الأكبر، جوميز متخوف جدا جدا من موضوع الإصابات. ماشي. للأسف الموضوع ده بقى عنده عامل هاجس، فاضطر ان هو يصفر اغلبيه الفريق عشان لو حد لا قدر الله اتصاب، لان يقدر ده يبقى حصل قبل كده لو فاكر في كذا ماتش ان هم بيسافروا وبيجي قبل الماتش بيوم حد بيتصاب. تمام فقال لك ان انا عندي قبل الماتش ب 48 ساعه اقدر ان انا اضيف حد في القائمه. اوكي تاني حاجه، هو رافض تماما ان اي حد يتدخل. في بعض من اعضاء مجلس الاداره حرصوا ان هم يوازروا الفريق واللعيبه والكلام ده كله، يتدخل بأني شكل، يعني يقول له المفروض ان التشكيل يبقى كذا، المفروض ان انت حد تدفع حاول من بكذا، مجلس الإدارة يعمل يعني كده؟ بيتكلم معاه. اللي هو مناقشات عادية، رافض تماما، مش عايز مش اي حد بيدوس في الكلام يتدخل ده يعني. خالص. هو اوكي رافض تماما في ده، ماشي وهو عنيد ماشي. وهو شايف هو هيعمل ايه. كان في هو محاضرات لو وافق فنيه، ميبقاش مدرب يا مان. ما هو للاسف كان في بس كان بعض في بعض المدربين المدربين كانوا بيحصل معاهم كده؟ بيوافقوا. اقول لك في بعض المدربين كانوا بيوافقوا، وانا برضو العيب مش عليه هو. انت كعضو مجلس اداره حدودك ان انت تقترح عليه اسماء صفقات، مش ان انت تجيب صفقات. يعني حتى جوميز ما ينفعش نقيمه على فكره قبل السوبر او بعد انت السوبر. عايزه تقولي ان في صفقات جت هو ما كانش راضي عنها؟ ما هو في، هو اصلا جه الفتره لا الاولى، بتكلم عن الصفقات ما انا بقول الحاليه لك هو جه في الفتره الاولى هو ما اختارش ولا دي، صفقه. حقيقي ده حقيقي. الفتره المره الثانيه دي هو طلب صفقات معينه، الزمالك ما قدرش ان هو يتفاوض معاه، يعني في كذا صفقه ما تمتش، ما حصلش نصيب ان هي تمت. يعني انت كان بيتفاوض عايز يجيب محمود صابر، عايز يجيب مصطفى فتحي، عايز يجيب رمضان صبحي، عايز يجيب لعيبه كتير، كان هو جوميز طالبهم بالاسم. ماشي يعني دلوقتي جوميز طالب باسم ان هو يرجع من السوبر، عايز بيك من بيك. سيراميكا. اوكي فقال لك ما فيش بديل، فالزمالك بيحاول يعمل كل جهده عشان يجيبه. ماشي. تاني حاجه، ابتدى ان هو يعالج الحته النفسيه، ودي حاجه كويسه جدا. الفتره اللي فاتت او الساعات اللي فاتت كان في بعض النجوم للاسف، وانا ضد ده، ان هم كانوا بيطلعوا ده بيرد على ده وده بيرد على ده، ده اهلي وده زمالك، وخدوا الموضوع لحته تانية خالص للتعصب. جوميز عمل ايه؟ جاب لك كل الحاجات السلبيه ووراها للعيبه، ردكوا في الملعب. ودي على فكره حاجه حصل كويسه جدا، طبعا، ان انت لازم ترد في الملعب تستغل الحاجات بتقلبها لصالحك، الحاجات وشدد السلبية. جامد جدا جدا على اللعيبه، قال لهم انا مش عايز اي ازمه بينكم وبين حكم المباراه. ودي على فكره حاجه كويسه جدا. طبعا قال لهم ايا كان الحكم، ايا كان قراره، انا مش عايز اشوف لا انذار ولا اشوف طرد. وبجد انا بحترمه في حاجه زي دي. أكيد. قال لهم ان اهم حاجه الالتزام في الملعب، الالتزام مع الفريق المنافس واحترامه، وان انت تقاتل لاخر دقيقه. ده أوكي غير ان مجلس اداره نادي الزمالك عمل حاجه كويسه، ان هو أيوه، صرف جزء كبير جدا، كل المستحقات كل المستحقات اغلبيتها ما عدا الاجانب ما عدا خدوا الأجانب جزء صح. للاعبين عشان يشجعوهم. كمان مجلس الاداره، في بعض الاعضاء مجلس الاداره رصدوا مكافاه خاصه من جيبهم. كام يا ملك؟ لا لغايه دلوقتي ما تحددتش، ماشي. بس مكافاه خاصه وتبقى كبيره، غير مكافاه النادي، غير بعض رجال الاعمال خارج نادي الزمالك رصدوا مكافآت كبيرة وهدايا كبيرة واللي هيبقى رجل المباراة وللفريق بالكامل والجهاز الفني. كويس. غير ان تم توجيه شيكا ان هو ابتدى يعمل جلسات مع اللعيبة ويحفزهم ويتكلموا معاهم. كان في بعض الجماهير عملوا لافتات للعيبة في الملعب، بس انا كنت ضد ان احنا يبقى في عدد كبير جدا في الملعب في اخر تدريب قبل ما الفريق يسافر، هما لان ده حضروا التدريب بيشتت. المجلس ولا كله حطوا حضر، اليافطة بس ومشيوا؟ الجماهير حطت اليافطة واتكلموا شوية ومشوا، لكن المجلس كله كان يعتبر في الملعب، ماشي. وكان برضو في ناس بعيد عن المجلس موجودين. فده اللي انا كنت رافضاه، اللي هو ما ينفعش اشتت، انا لازم اقفل، لازم ما اعرفش التشكيل اللي حصل، الخطة اللي حصلت. طيب لكن جوميز لا، مركز مع اللعيبة، عارف جابوا لهم شاف كمان المجموعة اللي بتشجع، يعني هم سموا نفسهم دلوقتي كورفا السود اللي هو المدرج الايمن يعني بالايطالي. جابوا لهم بوكس كده، صندوق فيه كاب وسكارف بتاع المجموعه وتيشيرت وبتاع، عشان يحتفلوا بيه بعد الماتش في حاله الفوز. وعملوا لهم فيلم زي فيلم تسجيلي كده، اللعيبه تتفرج عليه 90% من الفيلم ده،
من مباراه القرن اللي هي 2020 بتاعت القاضي ممكن عشان يحفزوا اللعيبه كجانب تحفيزي. طب ما دي فكره كويسه. ما هقول لك بس حاجه الفكره دي اتعملت قبل ماتش نهائي القرن وراحوا الاوتيل ودوا شيكابالا برضه البوكس فدي دعوه للتفاؤل يعني بالنسبه لك. فهم لا انا بقول لك معلومه لا والله بس الروح بجد بتاعه اللعيبه جميله جدا. شايفه احتواء اللعيبه كمان شايفه احتواء اللعيبه القدامى مع اللعيبه اللي انضمت جديد وشايفه ان كل حتى الصفقات الجديده اللي انضمت كلها عايزه تعمل مباراه قويه علشان تثبت نفسها في اول مباراه ليهم قدام جمهور. هنا بقى سؤال قبل ما ارجع لمراد سؤال بخصوص الصفقات الجديده، بنتايج داخل القايمه ولا خارج؟ بنتايج اعتقد خارج. خارج القايمه عشان كنا انفردنا بالخبر ده على فكره. ما انا بقول قلت لك عشان كده بقول لك خارج. لان قبل ما يسافروا على طول جوميز كان حاطط ليه برنامج تاهيلي خاص وبرنامج تدريبي خاص ليه، وعايز اقول لك هو جوميز ما اختاروش عشان اكون صريحه. جوميز ما اختارش بنتايج. لا ما اختاروش اصلا. هو اللاعب كان كويس واتعرض عليه لكن مش من ضمن اختياراته هو كان بعد الخبر اللي احنا قلناه يا ملك ترددت بعض الانباء ان اصلا جوميز وقع على موافقه لضم هذا اللاعب. ما هو بص عايز اقول لك على حاجه، ما اعرفش حقيقه الكلام ده. لا هقول لك على حاجه. سيستم في نادي الزمالك ما فيش لاعب هينضم غير بعد ما بياخد توقيع رسمي من المدير الفني، ده من ايام مجلس مرتضى منصور. ده على يدي. حلو ماشي. يعني انا قبل كده كنت قاعده وكان كابتن اشرف قاسم موجود ماشي. وكان ساعتها هو المسؤول قال لي ما ينفعش صفقه تتم من غير ورقه كتابيه من المدير الفني. يبقى اكيد الراجل وافق يا ملك. ما هو اكيد هيوافق بس مش ده اللي هو اختاره. ماشي. فاهمني؟ ماشي. لكن هو كلاعب انا اعتقد ان هو وافق عن طريق احد اعضاء مجلس الاداره باين. ما هو امل وانا اعتقد ان بنتاج في القايمه. انا معلوماتي ان هو واخد كل المحترفين ما عدا اللي هو اللعيب السنغالي اللي هو تحت السن. لا احنا بنتكلم على قائمه ال 20 لاعب. انا بتكلم على القايمه موجود في القايمه. بتاعت ال 20 لاعب هو سافر مع البعثه، اوكي؟ هو دول 25 لاعب مسافرين بس في قايمه. لا الزمالك 25 بجن بالونش. واخد بالك؟ لكن في 20 بس اللي هيبقوا في القائمه بتاعت الماتش. فاحنا بنتكلم على 20 لسه مصيرهم مش محسوم. لايه؟ بعد ما جوميز هو موجود في التدريبات جوميز شايف ان هو هيقدر يستخدمه في اماكن كتير وان هو هيبقى لاعب مميز ليه، فعشان كده حط له برنامج تدريبي خاص. بالعكس البنتاج هيفيد الفريق الفتره الجايه بس مش في السوبر تقصد يعني؟ اعتقد يعني ده بنسبه كبيره. طيب.